قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة أدركت منذ فترة طويلة العلاقة بين أزمة المناخ وأزمة الغذاء العالمية، حيث قررت واشنطن تقديم 50 مليون دولار لدعم برنامج رؤية المحاصيل والتربة المكيفة. كما أضاف بلينكن أن تغير المناخ يهدد عملية الإنتاج الزراعي والأنظمة الغذائية، وخاصة لدى الفئات الأكثر ضعفاً على إنتاج الغذاء والحصول عليه في مواجهة تصاعد الجوع وسوء التغذية والضغوط الاقتصادية. أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصعود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ. وأوضح البنك الدولي أنه خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو من عام 2024 إلى 30 يونيو من عام 2025، حيث ستنفق مجموعة البنك الدولي أكثر من 40 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محددا في برنامجه التمويلي السابق. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة لتوصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف أوبك بلس على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2% إلى 80.72 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2%، مسجلا 75.84 دولار للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 3.23% لتصل إلى 2.71 دولار للتر. وفي المقابل، صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، كما سجل أول هبوط أسبوعي في 5 أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع العوائد السندات إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأمريكي قد ينهي رفع أسعار الفائدة. ووفقا لرويترز، أنهى نيكي التعاملات على انخفاض يقدر ب 17%، وخسر أيضا 58% خلال الأسبوع.